Good morning, how are you, my students? I hope to be fine. Today we'll continue with Unit 9. اليوم احنا مستمرين معاكم في الوحدة التاسعة Family and Friends. Today we'll talk about the grammar. اليوم رح نحكي عن قاعدة هاي الوحدة. إذا هذا السكشن خاص بالجرامر. القاعدة يا تالت الموجودة معانا في الوحدة التاسعة اللي هي the comparative adjectives. What's the meaning of the comparative adjectives؟ اللي هي صفات المقارنة. أنا بعرف إنه العنوان جديد عليكم، لكن بدنا نتعلمه لأنه راح يتكرر معانا بالصفوف الأكبر، وإن شاء الله راح يتكرر معاكم بالصف الرابع. إذا the comparative adjectives اللي هي صفات المقارنة. صفات المقارنة. إذا the comparative adjectives اللي هي صفات المقارنة. أوكي ثالث let's start. الآن بداية رح نعرف متى رح نستخدم صفات المقارنة. الآن يا ثالث بدي اياكم تفهموا شغلة يا مس، إنه إحنا لما بنحكي عن مقارنة عم نحكي عن مقارنة بتكون بين شخصين أو بين شيئين أو مكانين أو بلدين. المهم إنها المقارنة دائما بين اثنين. one two. إذا we use it to compare between two things or two persons. أنا عم بستخدم المقارنة حتى أقارن بين شيئين أو شخصين. إذا من واحد لواحد، أنا عم بقارن واحد لواحد. الآن وللمقارنة بين الأشياء أو الأشخاص نستخدم الأدجكتيفز اللي هي الصفات. الآن أنا إحنا بنعرف إنه استخدام الصفة، الصفة هي التي تصف الاسم. الصفة هي التي تصف الاسم. الآن أنا إذا بدي أستخدم صفات المقارنة رح أستخدم هاي الصفات علشان أعمل مقارنة between two things or two persons. رح أعمل مقارنة هذول الشخصين أو الشيئين عندهم فروقات في صفات معينة. في صفات معينة، أذكى منه، أطول منه، أقصر منه، أنصح منه، أنحف منه، أقصر منه. إذا إحنا بنقارن between two persons or two things، بين شيئين أو شخصين، وبنستخدم في المقارنة الأدجكتيفز اللي هي الصفات. الآن يا ثالث رح نتعرف على مجموعة من الصفات القصيرة، وإيش يعني هي الصفات القصيرة اللي رح نستخدمها في تكوين جمل المقارنة. إيش الصفات القصيرة اللي مطلوب منا نحفظها في وشان نعرف نكون جمل مقارنة. الصفات القصيرة هي الصفات التي تتكون من مقطع واحد أثناء لفظها، يعني صفة قصيرة أنا بحكيها مرة واحدة، لا يمكن تجزئتها إلى أكثر من مقطع. إذا أنا عندي نوعين من الصفات. هسه الصفات النوع الأول اللي رح نأخذها على مستوى صف ثالث اللي هي الصفات القصيرة، يعني أنا عم برفض الكلمة كأنها مقطع واحد، ما عم بجزئها لمقطعين. Just one syllable، مقطع واحد. الصفات المطلوب منا نحفظها اللي هي جاءت عنا بالدرس وفي عنا صفات إحنا حافظينها. Tall، طويل، هي صفة الطول طبعا للأشخاص. Short، قصير. Fast، سريع. Big، كبير الحجم. Small، صغير الحجم. Wide، طبعا أخذناها بالدرس بمعنى واسع أو عريض. High، معناها عالي. Deep، عميق. Slow، بطيء. هاي مجموعة من الصفات. إذا إحنا بنعرف إن الصفات القصيرة هي الصفات التي تتكون من مقطع واحد أثناء لفظها، أنا عم بلفظها مرة واحدة as one syllable، كمقطع واحد. الآن رح نحكي عن الكومبيرتيف adjectives على كيفية تكوين جمل باستخدام صفات المقارنة. هلا أنا بدي أكون جملة باستخدام صفات المقارنة. هلا بدي أرجع أعمل ريفيو لمكونات الجملة اللي إحنا أخذناها subject verb object. الآن أول كلمة دائما في الجملة اللي هي subject الفاعل. subject الفاعل. هون إحنا بس رح نلقي نظرة بسيطة على مكونات جملة المقارنة. comparing short adjectives، مقارنة باستخدام الصفات القصيرة. طبعا عندي أول كلمة في الجملة اللي هي subject الفاعل. بعدين بيجي عندي يا ثالث رح تلاحظ وجود الverb to be.
اللي هو الفعل يكون بعد السبجكت. راح تلاحظ وجود الفيرب تو بي، الفعل يكون، حكينا is التي تأتي دائما with singular nouns مع الأسماء المفردة، are التي تأتي دائما with the plural nouns مع الاسم الجمع، و am التي تأتي with the pronoun I التي تأتي دائما مع الضمير I فقط. الآن بعد ما يتكون عندي subject اللي هو الفاعل وأستخدم الverb to be المناسب للفاعل، إذا كان مفرد بستخدم is، إذا كان جمع بستخدم are، إذا كان the pronoun I بستخدم am، بجيب الadjective المناسب اللي أنا بدي أقارن فيها هاي الadjective، بضيف لها الer. الآن ما الذي يميز المقارنة في اللغة الإنجليزية؟ هي عبارة عن صفة plus er، صفة مجتمعة مع الحرفين er. إذن المقارنة هي عبارة عن صفة مع ER. هلا بعد هاي الصفة المقترنة مع ER تأتي كلمة than بمعنى من، تأتي كلمة than، ثم تأتي إيش الأوبجكت اللي هو المفعول به حتى نكتمل، حتى يكتمل معنى الجملة. إذا subject، subject يحتاج إلى verb to be، is إذا كان مفرد، are إذا كان جمع، am إذا كان the pronoun I، ثم تأتي الadjective اللي هي الصفة. الصفة دائما في المقارنة، خلينا نركز يا ثالث، تقترن مع er، تقترن مع er، ثم تأتي كلمة than وهي الكلمة المميزة الأساسية في جملة المقارنة بمعنى أطول من، أقصر من، ثم يأتي الأوبجكت اللي هو المفعول به حتى يكتمل معنى الجملة. We have some examples. خلينا نشوف الأمثلة اللي أمامنا. Number one. أحمد is taller than Rami. هلا هاي عندي جملة مقارنة. انتبه يا ثالث. هاي جملة مقارنة. هلا لو بدي أعمل لها أنا تحليل. The subject is أحمد. الفاعل هو أحمد. It's a singular noun. هو اسم مفرد. مين أجمعه من عائلة الverb to be؟ الفعل يكون. أجت عندي is لأنه is حكينا تأتي دائما مع الاسم المفرد. لاحظ عنا هون taller than. taller than. هل أنا بدي أجي أعمل تحليل. taller هي عبارة عن tall plus er. عندي الصفة tall بمعنى طويل. ضفت لها علامة المقارنة وهي ال er. علامة المقارنة وهي ال er. شو صارت؟ taller. إذن tall plus er، tall زائد er صارت عندي taller than من رامي. إذن أنا هون بعمل مقارنة بين شخصين، two persons، أحمد رامي، one واحد لواحد، عم بعمل مقارنة بين واحد لواحد أحمد ورامي. استخدمت الverb to be is لأنه أحمد is a singular noun. taller than، باجي بدي أحلل taller than، بلاقي taller مكونة من tall plus er. tall plus er صارت عندي taller بمعنى أطول. than أحمد، than من، إذن أحمد أطول من رامي. let's move to the second example. خلينا نشوف المثال الثالث. the mice، the mice معناها الفئران. The mice، الفئران. It's a plural noun، هي اسم جمع. حكينا mice هي plural noun من mouse، mouse فأر، plural noun منها mice، فئران. هون استخدمت من عائلة الverb to be are لأن subject عندي جاء جمع، لأن subject عندي جمع. are smaller than the elephants، smaller than the elephants، إذن الفئران أصغر من الفيلة. الفئران أصغر من الفيلة. smaller than، باجي بدي أحلل smaller than. small plus er هي عبارة عن small، الصفة بمعنى صغير الحجم، ضفت لها er صارت عندي smaller. طبعا الكلمة المهمة في جملة المقارنة هي than بمعنى من، the elephants اللي هو الأوبجكت. إذا أنا عم بقارن the mice واحد، the elephant واحد، إذن الفئران مع الفيلة. Number three. The Pacific Ocean، المحيط الهادي. The Pacific Ocean، المحيط الهادي. Is wider than the Atlantic Ocean. إذن المحيط الهادي هو أوسع من المحيط the Atlantic Ocean. عم بقارن بين the Pacific Ocean، المحيط الهادي هو أوسع المحيطات أو أكبر المحيطات،
wider than. Wider than بلاحظ انه هون the Pacific Ocean تعامل هي it's a singular noun هو اسم مفرد جاءت معه الverb to be is. Wider than. Wider هي عبارة عن الصفة wide بمعنى عريض ضفت لها R. ليش؟ لأن صفة wide انتهت بحرف الإي ضفنا لها فقط حرف الR. Wider than أعرض. Wider than صارت بمعنى أعرض أو أوسع من the Atlantic Ocean هو المحيط الأطلنطي. Okay, the Atlantic Ocean. الآن إحنا عم نعمل مقارنة بين محيطين. The Pacific Ocean اللي هو المحيط الهادي وهو أكبر المحيطات. وذا اتلانتيك اوشن اللي هو المحيط الاطلنطي او المحيط الاطلسي. طبعا ذا باسيفيك اوشن المحيط الهادي هو اوسع واعرض من المحيط الاطلسي. اذا هاي صفه مقارنه بين محيطين. نمبر 4 I am taller than you. I am taller than you. انا عندي هون عم بقارن انا وانت. انا وأنت واحد لواحد أنا وأنت أنا عم بوصف نفسي I am taller than you أنا أطول منك أنا أطول منك. إذا صفة المقارنة بين الشخصين أنا هون عندي the pronoun I جاء معه am اللي هي من عائلة الverb to be التي لا تأتي إلا مع the pronoun I am taller باجي على taller هي مكونة من الصفة tall plus er taller بمعنى أطول than من than you منك. إذا I am taller than you أنا أطول منك. أوكي يا ثالث إذا هيك إحنا بنلخص درس المقارنة هو عبارة عن مقارنة بين شخصين أو بين شيئين. أهم إشي عندي الفاعل بناء على الفاعل بحدد من عائلة الverb to be إيش رح نستخدم بجيب الصفة اللي أنا بدي أستخدمها طبعا أنا بكون حاطط لك إياها between brackets بين أقواس وبنضيف لها ال er بتصير taller مثلا as for example taller shorter wider. وطبعا الكلمة المهمة والأساسية في جملة المقارنة هي كلمة than بمعنى من هي كلمة than بمعنى من. طبعا في عنا some exercises عنا exercise number 1 exercise number 2 رح نحلهم يا ثالث عشان نتأكد انه امورنا تمام وفاهمين درس المقارنة. goodbye see you next time.